الميزانية من هدايته ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، تزكية لأرواحهم وتطهيرا لمن التزم هذا الدين. نحمده سبحانه ونشكره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعز الإنسان بما أودع فيه من عقل وعلمه من بيان وأنزل إليه من قرآن، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله ما دهن يوما في دينه ولا تزحزح لحظة عن يقينه، بل كان سيد التائبين وإمام المخلصين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله البررة الكرام وأتباعه الداعين إلى دار السلام وعنا معهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. عباد الله، أكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: أكثروا من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تدفع 99 بابا من أبواب الظلم أقلها الهم حشاك. ولا حول ولا قوة إلا بالله هي كنزة من كنوز الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله هي غراس الجنة. يقول: فأكثروا من غراس الجنة، مش كما حاجة بتجيله وقل لا حول ولا قوة، لا لا لا، اجعلها ورد، اجعلها ذكر، اجعلها عبادة. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا يعني على معنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأجبي فسره علاش قلنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فبسم الله سبحانه وتعالى وقال: ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال جبريل: ألزم هذا يا محمد، ديما قل لك هذا أحسن، قل في اليوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني، ما أجمل أن نعود إلى الحديث عن شهر شعبان، فذكرياته كثيرة وعبره غزيرة. من أكبر ذكريات شهر شعبان وأخلتها تحويل القبلة فيه من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام الذي يقول فيه القرآن عز وجل: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. قد وقع ذلك يوم الاثنين نصف شعبان. كيفاش وقع تحويل القبلة هذه؟ لما أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وكان هواه معلق بها، يحب بلاده، يحب الوطن بتاعه، رغم أمر عن ربي كان خارج منها على مضض، يمشي ويتلف في مكة، ما باعش الوطن بتاعه لا بكلام ولا بجاه ولا بمنصب، لكن يقول لك عندي تونس، امشي غريب تراه في اي بلد مجاور مسلم وعيش فيه اسبوع وارجع لتونس وشوف الريحه نتاعها كيف هي، تعرف النعمه عند فقدانها، كذبوا امك كذبوا عايشين معك عند فقد واحد منهم من بلد الفراغ، النعمه تفقد كذلك الوطن، حب الوطن بالايمان، رغم ان الامر بالرب وخرج على مضض. كان صلى الله عليه وسلم كلما قطع من طريقه مرحله يلتفت الى مكه، هذا التعبير متجدد متكرر عن حنينه وشوقه وتعلقه بمكه. ربي كراه كان انزع عليه عز وجل قوله عز وجل في سوره القصص 81 شو يقول له: ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد، رب شرجك طويل القصيده مش ترجع لمكه. فاسمع الايه هذه خف عنه حده الشوق نوعا ما، ورغم ذلك
كان صلى الله عليه وسلم يغادر عاطفته ويمضي في طريق هجرته نحو المدينة. وما كان يستقر في المدينة عقب الهجرة حتى يتلقى أمرا آخر، أمرا من ربه بأن يجعل مكة خلف صلاته وأن القبلة هي بيت المقدس. من مكة يعني عنده بيت الله العتيق، قبلة الأنبياء والمرسلين، هو بيت رب سبحانه وتعالى. رب يقول له خلي مكة وراك وقبل بيت المقدس وصلي قبل المقدس، رغم أنه ربي يعرف إحساس رسوله نحو الكعبة. فمتكلمش أنت مثلا خضع وخشع واستجاب وأناب، مع أنه يحب في نفسه أن يكون توجهه نحو الكعبة. أمر الرب ما فيش نقاش، هذا رسول ونحن نناقش كلام ربي ونناقش القرآن، وهو ما حضرش الخمر، وهو ما قالش كذا، وهو ما قال كذا، وهو فاش قاعد تعمل في الوقت هذا؟ فاش قاعد تعمل؟ ظل صلى الله عليه وسلم 17 شهرا وهو يتجه في كل يوم 5 مرات نحو الجهه التي عينها خليقه جل جلاله. وبذلك نراه صلى الله عليه وسلم قد قدم حب الله على كل حب، وتفضيل طاعة الله على كل رغبة أو هوى. ومع ذلك كان ينظر في السماء صلى الله عليه وسلم هنا وهناك، كأنه يتجه هنا وهناك، يتجه إلى بديع السماوات والأرض، وفي نفسه رغبة لا يعلمها إلا الله عز وجل. وقد صور القرآن هذه الحالة خير تصوير، ربنا فيه ورفض إحساسه، مش قال فيه عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أن الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى هذا التوجيه الكريم من ربه وهو قائم يصلي الظهر مع أتباعه وقد أدى نصف الصلاة، عمل ركعتين بعد الظهر وبقي نصفها كما في بعض الروايات حتى يظهر الحب المكنون والهوى المسطور، فيستدير النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ليؤدي نصفها الباقي مع المؤتمنة نحو الوطن الحبيب والبلد الأمينة والكعبة المشرفة. ركعتين عمل المقدس ويجي الآية ورب يقول له غير اتجاه بتاعك الكعبة، يكمل نصف بتاع الظهر وهو مقبل الكعبة وفرح. هذا هو اجتياز امتحان الرسول، اجتازه النبي بفوز وتوفيق ونجاح، كما أن هذا التحويل كان اختبارا وامتحانا وتمحيصا لله للمؤمنين حتى تظهر طاعتهم واستجابتهم، وذلك لما سيتعرض لهم من غزوات وحروب، يضرب منقادين مع الرسول ولا فيهم شكون يشكك هناك. كذلك حتى ان فيهم من ارتد، قال شو نلعبوا طبعا بيت المقدس مره الكعبه مره، فما ناس قالوا لماذا كانوا مشابه ربي هبط الايه، قال ما ضاعش ايمانكم رب وانت جيت ايمانكم موجود عند رب سبحانه وتعالى. هؤلاء وفي هذا التحويل رب يفضح فيه اليهود الذين عصوا وتبردوا، مش قالوا اليهود، قالوا والله ما عرفناش لو النبي محمد هذا ما يتبعش المله بتاعنا، تبع في القبله بتاعنا، ما يتبعش المله اللي هي التوراه وتبع في القبله اللي هي بيت المقدس، انا كنت زي بيت المقدس، يعني ولا من يقوى عليه. رب يفضحهم سبحانه وتعالى، ايش قال فيهم؟ وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، هذا امتحان عملناه وشوف العباد. فهذه الصلاة المشتركة التي أداها الرسول في الموضع ذي القبلتين، وتوقف من الجامعة نسميه جامع القبلتين، اشترى البيت المقدس واشترى إلى مكة،
نصفها إلى بيت المقدس والنصف الآخر إلى مكة، تذكرنا بمعنى آخر له قيمته ومكانته وهو حادث الإسراء والمعراج. ذلك الربط الإلهي بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. كيفاش من بيت الحرام وصل المسجد الأقصى ومنه عرج إلى السماء السماوات العلى؟ هذه أعلى صورة للربط بينهما من اشتراك صلاة واحدة في الاتجاه إلى هاتين القبلتين. شكون عز وجل إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا من ناحية. وخير ما نفعله في نصف شعبان ويومه أن نهتدي بهدى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال: إذا كانت ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. جاء في الحديث. وقتاش نصف شعبان ليلة؟ كله في الليل للأحد. هذا 15 هو نصف شعبان. قال: قوموا ليلها وصوموا نهارها. صيام التطوع. أنا نتعامل هذا في سبيل الله. أبو الدرداء رضي الله عنه وقف ذات يوم أمام الكعبة. إيش قال أصحابه؟ أليس إذا أراد أحدهم سفرا يستعد لأنه يزال الواحد يسافر وش يحط الزجاج بتاعه وش يسافر به؟ قالوا: نعم يا أبا الدرداء. قال: سفر الآخرة. يعني إحنا مش قش عمره 60-70 سنة مش نسافر بعد الله عز وجل. سفر الآخرة أبعد مما تسافرون. هي قدلنا ما على حاجة مش زاد على السفر الآخر هذا تقول عن كنتي. إيش قال؟ قال: حجوا حجة لعظائم الأمور. يعني حجة تعطيك الذنوب كلها. من حجة حجة مبرورة رجع كيوم ليلته أمه. إنما أنا ذلك ولدته. حجوا حجة لعظائم الأمور. قال: وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحش القبور. كي تعمل ركعتين قبل الليل تنور الأقبار بتاعك. أخبار أظن ما فيهوش ظلم. تقول لي شنو مشى الأكبر من الأخبار؟ اتق الله. عذاب القبر حق وحقيقة. تقول لي كيفاش الدم ما يفنى والدم يدوخ والعظام تولي رميم. مش مسألة عظام ولا لحم ولا شحم. الروح هي اللي باش تحاسب. اللي وسع في قبره روحه تبدا في يعني مرتاحة. هي قاعدة في قاعة كما ندير زيد وتسنى في يوم القيامة، واللي روحه مضيقة يبدأ يعيش حتى يوم القيامة وهو الشوك تحت منه والعرق والسخانة والمرض ومتقلق ومتعذب. فما عذاب، فما عذاب. يسألك عن الروح هي اللي باش تعذب. النفس بتاعك البدن يمشي. تو كبش نهار العيد ناخذوه ينطح تذبحوا واش ذا يبدا قطعوا تفصلوا قبل ما يحسش بحاجه. وين هو؟ اسعى روحه بتاعه. اذا يقول: وصوموا يوما شديد حره لطول يوم النشور. صوموا نهاية سبيل الله باش ربي يروي به يوم القيامه. قيام الليل بتاع الفطر شعبان باش يكون يقول بقراءة القران ذكر الله الاستغفار التهجد بصلاة التطوع نعمل ركعتين بقدر ما يستطيع الانسان. ولكن جمع هذا كل قال: على الاقل صلي المغرب حاضر العشاء حاضر تسمى قلت الليل. في حديث: من صلى العشاء حاضر كانه قام نصف الليل، ومن صلى الصبح حاضر المشرق كانه قام الليل. في حديث يسمى الصبح حاضر عن الاجر تاع قيام الليل. يقول كذلك: اي مقدار الذكر والاستغفار. يعني هذه ما فيهاش نستعملوها باش ربي يغفر الذنوب لخاطر الشر ذلك هو شر المغفره. تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها انها رات النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السجود في ليله نصف شعبان. عمل ركعتين واطال السجود حتى ظنت انه قد قبض. قربت له تسمع فيه شي يقول: اعوذ بعفوك من عقابك، واعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كي كمل ركعتين سألته قالت له: ما كنت تعمل يا رسول الله؟ قال: يا عائشة أتدرين أين هذه؟ قالت: الله ورسوله أعلم.
قال هذه ليلة نصف من شعبان، إن الله تعالى يطلع على عباده في ليلة نصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد. وفي رواية إن الله تعالى ليطلع على ليلة نصف من شعبان فيغفر جميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. يطلع على هذه لعباده كل ما يتقرب له بحواجه يعطيه. نفهم من نفحات المولى عز وجل، كل ما يتقرب له بحواجه يعطيه، حيث هذا رواه ابن حبان والطبري وبيهقي، باش نعرفوا منين جاء النظر بتاعه. سبحانه وتعالى يتجلى بفضله على خلقه ويمن عليه بالمغفره، وقت اشار اذا اقبلوا عليه، اذا تابوا اليه واستغفروه. واما الذين يشركون به، شكون يشرك به؟ وتقول احنا عندنا شركين يقولوا تصنم، لا، عندنا شكون يسحر، ولكن مازال السحر عن الكهنة اللي يقرا في الكف، ولتو مازال يمشي معاه، ولو بالورقة والكارت الزيت والتليفونات والبيسيتي والتلفزيون في كل مكان، يجي يقول لك على قصمك وعلى اجلك وعلى الجيب الصغار وعلى المرض، ولا هو ربي لطه وربي فوق عز وجل العظيم. كانوا بيده ما نحوش الفتح كل بيدهم، هو حتى شيء مش صحيح. ما يديك حاجه باذن الله، هو قضى ربي. الشافي هو الله، لكن في اسباب عملها بالحلال. قال صلى الله عليه وسلم: لا خير في حرام للشفاء، ما فيش خير. هذا حرام كذلك. ما نداويش انا بالحبل الخنزير باش نحي المرض كذا. والمراه اللي تولد كل عام حالة أربع حبات يعني ست وعشرين معناها تقول لك الكرسي تقول لك النظافة رد بالك راه حرام. لا خير في حرام لا شفاء فيه. ومدمن الخمر، الناس تقول لها واش تقول الناس باقي تشرب الخمر، فما شكون يعاون بعد رمضان، فما شكون يدير رمضان يقول خذ رمضان ولا باهي بخير كمل الليل، باهي بخير يفوت الرقم باش يكمل يعني المشقة. والزاني الذي يصر على الزنا، والذي يعبد المال، والذي يعبد والذين يعبدون لعب الورق، خمر قمر مش قمار على قهوه وعلى حوايج تلقى في الطاوله وعلى وعلى وعلى. واخطر ما ثم هو القمار بانواعه، لان القمار يسلب الانسان ماله وحتى عقله وحواسه تماما. وكذلك المشاهد هذا يسكن المشاكل، فهو من الذين تنطوي قلوبهم الخبيثة على الشحناء والحقد والحسد والعداوة للناس، ما يفتحوا باب إلا مش عارفين بين الناس، يمشوا يسلموا يمشوا والعياذ بالله. هؤلاء لا يغفر الله لهم ما داموا على شركهم وشحنائهم. ونحن نعلم أن الله جل جلاله لا يغلق باب فضله أمام كل مستغفر صدق في استغفاره وأخلص في مرتبه في شعبان أو غير شعبان. ولكن لا لا، في كل وقت ربي سبحانه وتعالى عنده ساعة تاع الاستجابة اللي هي قبل الفجر، يجلى السماء الدنيا ويقول هذا من طالب مثلك الطلب نتاعك في كل عام. أما هذه الليلة من الليالي اللي ربي كرمها فها أهل محمد صلى الله عليه وسلم. باب التوبة يا إخواني مفتوح إلى غطاء الشمس من مغربها، لكن المولى عز وجل اصطفى أوقاتا وأياما لها مزيدا من الفضل والمكانة، توافى فيها الأيام الطاعة والاستجابة. مثال يوم عرفة، ليلتي العيدين، ليلة القدر. ونحن لابد أن نغتنم هذه الأوقات بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: إن لله في أيام الدهر نفحات ألا فتعرضوا لها. هذه معناها كما قال بونيس، ربع عطاك نفحات تعرضها ربع عطاك قدر 10 مرات و100 مرة إلى غير ذلك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين وحب رب العالمين يتذلل بيد الله عز وجل هذا التذلل ويتوسل إليه بكرمه هذا التوسل مع علمه بعظيم منزله ورفيع درجته. فكيف بمن عاقبته مجهولة كما نحن ولا يدري أن أعماله مردودة أو مقبولة؟ نسأل الله عز وجل أن يجعل من الناس والقول تكون أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم كلهم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.